مقدام يطلب ثارة. أخي الكريم، هاي الألغام من شو مصنوعة ومشو متكونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحرار الشام، كتيبة أحرار جبلة. أخي الكريم، هاي الألغام محلية الصنع، مصنع على أيدي كتاب أحرار الشام، كتيبة أحرار جبلة، ونحن مكون من مواد شديد الانفجار، ونحن ذاهبون الآن لقطع الصراط كسب اللادية لمنع إمدادات النظام عن برج 45. طيب، في عندك أنت هون أنواع من الألغام، في عندنا هاي اللغم بيشبه الصخر. أخوي، هذا اللغم على نفس مبدأ هذاك، بس نحن مغطينه بجبصين عشان يبين أنه صخرة طبيعية، الوضع على جانب الطريق لغم موجه. طيب، نفس المكونات الموجودة نفس المواد شديد الانفجار مكون. طيب، هذا اللغم هذا ممكن شو ممكن يأذي أو يعمل ضرر؟ هذا بإذن الله إذا مرت دبابة بيعطل، أما إذا مرت سيارات أو رتل بيشيل السيارة عن ركبة أبيه. طيب أخي الكريم، هلأ أنتوا هلأ هالتجهيزات هاي شو السبب الرئيسي منها؟ إنه اتمنى سابقة هاي لقطع الإمدادات عن برج 45 والذاهبة إلى كسر من اللاذقية القادم من اللاذقية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا، لم يرضى الدنيا دارا، كلا ولا مدارا. مقدام يطلب سارة ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة، دبّاب العزة لما نادى الأقصى دوارة، غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا، نصب المحتل خداعة أغرى فيه سمسارة، صاغ الكلمات وعودا والشاب المتر حمارا. مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة.